سعيدين بحضور هذا المؤتمر الذي يسعى إلى تحقيق مفهوم الأخوة الإنسانية، تحقيقها تحقيقا على أرض الواقع. وقد شارك الأزهر الشريف بعلمائه وقياداته في هذا المؤتمر متعاونا مع دولة الإمارات التي تمثل نموذجا رائعا في الأخوة الإنسانية من خلال محاور هذا المؤتمر التي غطت جميع أبعاد هذا المفهوم. والأزهر الشريف سعى في خطوة كبيرة جليلة مع التعاون مع بابا الفاتيكان في إرساء تلك الأخوة الإنسانية على مستوى العالم. ويعني هذه الجهود الرائعة لتلك الدولة التي نلمسها على أرض الواقع الآن في حضور هذا الحشد الكبير من علماء العالم ومن مختلف الأديان والقيادات في هذا العالم، يعني نموذج حي الآن نعيشه في هذه اللحظة في ذلك الوئام والتسامح والحب الذي يسود الأجواء في هذا المؤتمر. ونتمنى أن يؤتي هذا المؤتمر ثماره، ولا شك أنه سيؤتي ثماره طالما وجدنا هذه الجهود المخلصة من قيادات هذه البلد الرشيدة. نتمنى التوفيق للمؤتمر بشكل عام وأن نجني ثماره فيما بعد.